فهل يجوز النكاح المعتصم للمحتلم او الذي ياكل طعام بعد الساعه 12 في نفس اليوم الذي قدم المولد؟ احنا خلينا واضعين قاعده الطهاره الجسديه والصوم يكون قاعده. الاستثناءات دي لا تحدث الا في ظروف معينه نقول امثله ليها. مثلا يعني مثلا احنا بنروح نناول المريض في المستشفى وجايز المريض بيكون اخذ دواء وما يكونش صايم، لكن دي حاله استثنائيه محضه لا تؤثر على القاعده العامه. القاعده العامه موجوده، الحاجه الاستثنائيه دي ما تلغيش القاعده العامه، ليها ظروف جاده. المحتلم على نوعين، في انسان يحتلم بالليل ويسكب ماده منويه نتيجه لحلم رضيع قبله في نومه، وفي انسان حاجه زايده من جسده خرجت بدون اي حرب، دي غرديه. ولكن عموما المحتلم ما بيقدرش ينام وبيغتسل برضه. جورج يقولوا ايه لازمه الاغتسال؟ لا يوجد اغتسال الا في المعموديه. الله، يعني الواحد يخش بوساخته؟ يعني ايه لا اغتسال الا في المعموديه؟ دي شيء ودي شيء.